لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الأكل والشراب؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. في هذا الحديث نهي الرسول صلى الله عليه وسلم الشارب أن يتنفس في الإناء الذي يشرب منه، سواء انفرد بالشرب من هذا الإناء أو شاركه فيه غيره. وهذا من مكارم الأخلاق التي يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم لنرتقي بها في مدارج الكمال الإنساني. عند النفخ في الإناء سواء للشراب أو الطعام، هناك بكتيريا تتواجد في الفم. عند خروجها من الفم هذه البكتيريا تكون ضارة بدرجة كفيلة أن تقتل ذلك الإنسان في بعض الأحيان أو أن تصيبه بمرض خطير في أحيان أخرى. تقوم تلك البكتيريا عندما تخرج من الفم بواسطة النفخ بالتحصل على الطعام الساخن، حيث أن البكتيريا كائنات حساسة للحرارة، فتقوم بحماية نفسها بالتحصل، ثم يتناول الإنسان ذلك الطعام حيث تتواجد البكتيريا فيه بشكل كبير جدا، وتكون في أتم الاستعداد للدخول إلى داخل الجسم. تخيل كم من مرة يقوم الإنسان بالنفخ في ذلك الطعام أو الشراب، وكم هي كمية البكتيريا المتواجدة فيه، ثم يقوم الإنسان بتناول ذلك الطعام مع هذه البكتيريا المتحوصلة. تبدأ الرحلة من الفم ومن ثم إلى المريء إلى أن تصل إلى المعدة، فتقوم تلك البكتيريا بالتنشيط وإفراز إنزيم اليوري يوريز إنزيم، الذي يسبب التهاب الأغشية المبطنة للمعدة، مسببا بذلك خرقا في الجدار، حيث تبدأ المعدة بهضم نفسها وحدوث تآكل بجدار المعدة، مما يؤدي إلى هضم المعدة لنفسها. أيضا تسبب تلك البكتيريا ضعفا في إفراز الأنسولين للبنكرياس، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر بالدم وحدوث مرض السكري. وكما يقول المثل العربي بأن الوقاية خير من العلاج، الوقاية من كل هذا تتمثل في الحفاظ على نظافة الفم عفوا، وتجنب النفخ في الطعام والشراب.